بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآله الطاهرين السلام عليكم أيها الأحبة ورحمة الله وبركاته المنتظر والمنتظرين إمامنا الحجة عجل الله فرجه هو المنتظر والمنتظرون هم نحن ما هي صفات المنتظرين وكيف نعيش الانتظار بصورة حقيقية وكيف نفعل الانتظار في حياتنا اليومية أفراد ومؤسسات كل ذلك إن شاء الله سوف نعرفه سوف نتعلمه هذه الليلة في ماتم المرخ في قرية المرخ الحبيبة